مشاهدينا الكرام مساء الخير، واهلا بكم معنا في حلقه جديده من خليك في الحوش. في حلقه اليوم بنتابع تطبيق كورونا، اخر انجازات المركز الوطني لمكافحه الامراض، واذا حيكون عندنا وقفه مع عمل اللجنه العلميه الاستشاريه لمكافحه فيروس كورونا، وايضا تصريحات منظمه الصحه العالميه بانه لا يوجد لقاح للكورونا حتى عام 2021. كل هذا واكثر في حلقه اليوم من خليك في الحوش. أهلا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة اليوم. ذكركم بسؤال حلقة اليوم نخليك في الحوش، ومتعلق بحول مراكز التحليل، وهل تكفي 6 مختبرات لفحص العينات في ظل تزايد أعداد مصابي كورونا؟ توقع تخطي عتبة 3000 إصابة خلال اليومين القادمات. فيمكنكم الإجابة إن كان على البث المباشر على 218 تي في على الفيسبوك، أو أيضا عبر الرسائل الصوتية. زي ما قلنا اليوم عندنا العديد والعديد من المواضيع، خاصة أن اليوم هو أكثر يوم ليبيا تسجل فيه إصابات. يعني قبل نص ساعة تقريبا كان إعلان المركز الوطني، واليوم الحصيلة كانت 138 إصابة جديدة، 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل ليبيا، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد للأسف الشديد. لكن في النهاية يعني في أخبار إيجابية، مثلا إن في 10 حالات شفاء، أيضا في 7 أكثر من 80 حالة شفاء، للأسف كانوا في أيضا 5 حالات وفاة، نأكدوا أو 3 حالات وفاة. نأكدوا إن اليوم 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في البداية دائما نمشوا للورلد ميترز إنفو، نشوفوا آخر الأرقام، وتجاوزنا 15 مليون إصابة مؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس، وقريب نوصلوا 15 مليون ونص دو. العدد بالضبط 15,497,306 إصابة مؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس. هذه الحالات مش نشطة، حالات النشطة تنحكوا عليها. الوفيات 632,638 حالة وفاة، بينما حالات الشفاء الكامل ايضا رقم ايجابي جميل، قريب 9 مليون ونص نوصله توا، كويس يعني بالضبط 9,428,110 حالات شفاء. الاكتف كيسز، الحالات النشطه، الناس اللي توا عندها الكورونا، تقريبا 5 مليون ونص بالضبط، 5,436,558 اصابه. 99% من هذا الرقم من المصابين يعني حالتهم مستقرة، 1% فقط هم اللي حالتهم جادة من إجمالي الحالات النشطة حول العالم. تو خلينا نمشي نشوف الجدول، وأكثر دول العالم تضرر من فيروس كورونا هي الولايات المتحدة الأمريكية، اللي تجاوز عدد الإصابات الإجمالي فيها 4 مليون. الإصابات الجديدة اليوم 21,959 لغاية الآن، طبعا لأن في فرق توقيت بينه وبين أمريكا. حالات الوفاة هي 367 حالة وفاة اليوم فقط في الولايات المتحدة. البرازيل إصاباتهم اليوم 10,523 إصابة جديدة في البرازيل، وضع فيها سيء جدا جدا. حالات الوفاة 146 حالة وفاة. طبعا البرازيل عندهم أكثر من 2 مليون إصابة، لكن لو بنقارنوا التحليلات اللي مديرينهم، هم مديرين أقل من 5 مليون تحليل، بينما الولايات المتحدة مديرة أكثر من 50 مليون تحليل، يعني 10 أضعاف التحليلات اللي مديرتهم البرازيل. يعني لو البرازيل بتدير تحليلات زي اللي دارتهم أمريكا، فالإصابات حتكون أضعاف الرقم اللي نشوفه فيه تو. الهند في أعلى حصيلة في يوم واحد اليوم 45,552 إصابة جديدة. اليوم العالم كله فيه إصابات عدد كبير. حالات الوفاة 717 حالة وفاة شهدتهم الهند. روسيا رابع أكثر دولة في العالم متضررة وفيها انتشار للفيروس، عندهم 5,848 إصابة جديدة، واليوم عندهم 145 حالة وفاة. ساوث أفريكا، البيرو، جنوب أفريقيا والبيرو متضررات بشكل كبير. نشوفوا المكسيك، إعلانهم اليوم أن عندهم 6,019 إصابة جديدة، 790 حالة وفاة. وتصوروا أن المكسيك هذا كله لم تصل لمليون كشف. تشيلي لم تعلى لغاية الآن. إسبانيا عندهم إصابات جديدة اليوم 2,615 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأرقام تزيد في إسبانيا.
لكن حالات الوفاة مش كبيرة، 3 حالات وفاة فقط في الدولة اللي عادت الإغلاق في جزء كبير وعدد من مدنها، وخاصة في إقليم كاتالونيا. المملكة المتحدة، بريطانيا عندهم 7000 أو عفوا اليوم عندهم 769 إصابة جديدة و53 حالة وفاة. إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضرر، إصابات جديدة اليوم 2621، عندهم 221 حالة وفاة. باكستان 1763 إصابة جديدة و32 حالة وفاة. أخيرا المملكة العربية السعودية، 2238 إصابة، 34 حالة وفاة. إذا مشاهدينا كانت هذه جولتنا على الورلد ميترز إنفو، آخر الأرقام ومدى انتشار فيروس عالميا. خلينا نشوف آخر مستجدات الكورونا في ليبيا. إذن 138 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، الله يرحمهم ويوسع عليهم، إن شاء الله نتمنوا لهم الرحمة وندعو لهم بالرحمة. 138 إصابة. توخ نشوفوا بيان المركز الوطني، أيضا رقم المركز الوطني بيان اليوم سبحان الله نفس العدد 138 بيان الصادر. أعداد العينات اللي أخذاهم 1304 عينات وزعت كالتالي: مختبر المرجع لصحة المجتمع طرابلس 554 عينة، مختبر فرع المركزي مصراتة 319 عينة، المرجع زليطن 30 عينة، المركزي بسبها 58 عينة، مركز الوطني الصحة الحيوانية 150 عينة، مركز بنغازي الطبي 175 عينة، مستشفى طرابلس الجامعي 18 عينة. كانت النتائج كالتالي: العينات السالبة أو الخالية هي 1166، 138 الموجبة، منهم 81 حالات جديدة و57 حالة للمخالطين. يسجل المركز الوطني مكافحة الأمراض عدد 12 حالة ماثلة للشفاء وعدد 3 حالات وفاء. إذا كان هذا بيان المركز الوطني مكافحة الأمراض هذا اليوم، زي ما قلنا هذه أعلى حصيلة لغاية اليوم يشهدها المركز الوطني. نشوفوا بعض التفصيل ومكان انتشار الإصابات. في طرابلس 41 إصابة جديدة، في طرابلس بس من 138 41، 16 في الهضبة، سكان الهضبة يعني يتمنوا الحيطة والحذر الفترة هذه، رأوا في انتشار كبير في داخل منطقة الهضبة. 16 حالة في الهضبة، بوسليم 3 حالات جديدة، سوق الجمعة 4 حالات جديدة، وأيضا في تفشي في منطقة سوق الجمعة. تاجورة 2، هذا بالنسبة لبيان أمس. اليوم حنكون في تاجورة، وسمعته بالعيلة اللي يعني هو شيخ في مسجد وكذا، القصة حتى هي الوضع ما يطمنش الصراحة في تاجورة الفترة هذه. طرابلس المركز 14 عينة، طريق السور عينة أو حالة جديدة، وصلاح الدين حالة جديدة، القلعة 4 حالات جديدة، الزنتان حالة جديدة، الأصابعة عندهم حالة إصابة جديدة، وأيضا الزاوية في إصابة جديدة في مدينة الزاوية. العجيلات 3 إصابات جديدة. ملاحظ المرة هذه مسلاتة فيها 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا. هي الإصابات واحدة جديدة وتسعة مخالطين، لكن الاكتشاف 10 إصابات في مسلاتة. ترهونة 5 حالات، مصراتة 41 إصابة. في مصراتة في 41 إصابة، في حالة جديدة و40 مخالطين. هذا يبين راهو التفشي السريع فيروس كورونا كيف ينتشر. زليطن 2، الخمس 5 حالات، بنغازي 6 حالات جديدة في بنغازي، 6 هم في بنغازي والستة جديدة، ما فيش اكتشاف لحالات مخالطين. لغز حتى هو. هراوة 2، سبها 10، الشاطئ 6، الغريفة 1. نتمنى الشفاء العاجل للجميع إن شاء الله يا رب، ونتمنى يعني ما فيش خوف، رانا فيروس كورونا مش قاتل ولا هو تهديد كبير ولا حاجة يعني، لكن انتشاره بسرعة هي هذه الحاجة الوحيدة اللي تخوف فيه الصراحة.
لا أكثر ولا أقل. الالتزام، الكمامة مهمة جدا، ارتداء الكمامة مهمة جدا جدا. بقاء في المنزل أطول فترة مهم سيدي، خليك في الحوش. أول نصيحة أطلقتها منظمة الصحة العالمية لو تتذكروا في شهر مارس الماضي كانت stay home، خليك في الحوش ببساطة، تقضي على القصة هذه كلها. الله غالب وبنطلع وقداش بنقعد ومحبوسين، في إجراءات لازم نديرها، لبس الكمامة، الجوانتيات، أهم شيء الكمامة طبعا أهم شيء، وبعد طبعا التعقيم والغسيل والأمور هذه، غسيل اليدين، حشات يعني بدنا كنا نعرفوها، لكن للأسف الناس بدت معاش ملتزمة زي قبل. الناس كانت واخدة موضوع الكورونا بجدية لما كانوا نكتشفوا في حالة وحالتين في اليوم ومش كل يوم، الآن بدنا نكتشفوا في أكثر من 100 حالة في اليوم، وللأسف معاش في التزام عموما. لكن ما تخافوش، طيب خلينا نمشي نشوفوا صفحة ليبيا بالصور والكاركترات، كان لها اليوم بوست موجود على الصفحة. طبعا الصفحة أنا ننصح الناس بمتابعتها، صفحة مميزة جدا، بتقدم في كوميديا سوداء وإسقاطات رائعة صراحة. ففي أحد المتابعين للصفحة بعد صورة للآدمن وقال له تحليل كورونا في زاوية الدهماني، نعرف أن زاوية الدهماني هي اللي فيها التحليل، الإجراءات بطيئة جدا، الدكاترة جو الساعة 11:30، الأرقام واصلات فوق 120، وفي اللي ضربات الشمس وقالوا له روح. فمشكلة الصراحة، والصورة طبعا تثبت الأرقام، يعني تمشي أنت تبي تدير تحليل يعطوك رقم، لأن الدكاترة جو 11، والناس الأخ هذا ماشي ممكن 8 الصبح لأنه خايف، ممكن يسمع بروحه هو مخالط لحالة إصابة جديدة، جارة، أخوه، حد يعرفوه، خاصة قصة المآتم، رانا إحنا بتفشي كبير الآن، تمشي تعزي بدير واجب العزاء راهو تلقى روحك في قصة تانية، مش عارف أنا راهو العزاء يجيب التليفون، يجيب رسالة، يجيب معلش الناس مفروض متلومش توا، مش وقتها لأن بصراحة. فتوا نجو يقولك الدكاترة، والدكاترة جايين الساعة 11:30، الله أعلم طبعا، لكن احنا نعرف أن الصفحة عندها مصداقية كبيرة، وأيضا تحققنا من بعض الأشخاص ممكن كانت في وقت ما عندهمش وقت ياخذوا التحاليل، لكن وقت يعطوك رقم يقولوا لك ارجع. هو السؤال بقى لما تعطيني رقم تقول لي برا وبعدين وليت، يبقى انا ما بنمشي مش ممكن نخش قهوه نمشي لمكان، الصراحه مش عارف انا، والموضوع يخوف راهو مش سهل زي ما متوقعين راه. اتمنى الصراحه تكون في جديه اكبر، خاصه في موضوع اخذ العينات. لما يجيك مني فيا انا نقول لك انا سمعت بجاري او خويا وحد مصاب انا مخالط من الدرجه الاولى نبي ندير كشف، فامر مهم ان هذا المفروض العزل يبدا من المستشفى، مش تخلوا في الناس تطلع وتولي، في مشكله. عموما خلينا نشوف خبر ايجابي الصراحه وخطوه جميله جدا اقدم عليها المركز الوطني لمكافحه الامراض، وهو اطلاق تطبيق على الهواتف بيكون اسمه تطبيق الكورونا، بتعاون المركز الوطني لمكافحة الأمراض مع مؤسسة اسمها سبيتار، قالوا يعني أنها هي مؤسسة متميزة ومتحصل على جوائز على المستوى المغاربي. التطبيق هيكون خاص بالاستجابة لوباء كوفيد-19، ومن خلاله يمكن التبليغ عن أي أعراض مرضية والحصول على الرعاية المناسبة مجاناً، هذا الشيء جميل جدا. تمام، المؤسسة اسمها تالنت، هي المديرة تطبيق سبيتار، الشباب الليبيين ما شاء الله نحيوهم وعلى مجهوداتكم في ميزان حسناتكم، والخدمة حتكون مجانية يعني على موبايلك خلاص، ما عادش في قصة سهلة هيك، تنزل التطبيق كورونا يتبع المركز الوطني مباشرة، تبليغ على حالات، عندك أعراض، عندك شكوك، عندك شيء يكون سهل، وأيضا عندهم الرقم ال 195 اللي تتصل به، موضوع سهل يعني ما تخافوش بصراحة. يعني أنا مش عارف، في ناس متخوفة بشكل كبير من قصة الكورونا، أنت متخاف، أنت الخوف الكبير راهو إنه يوصل لأهالينا لأمهاتنا وأبائنا، دول الحالات اللي تتوفى أغلبيتها أعمارها في 70 و60، فالواحد أكيد ما يرضاش إنه يكون سبب في وفاة والدة أو والدته بكل تأكيد، وما عاد تسامح نفسك طول الحياة لو كنت سببت في هذا الشيء. فالالتزام
وهو المركز الوطني يشتغل، ويظل اللجنة العليا الاستشارية دايرة شغل، دايرة جهد حتى يبارك الله فيهم، يزوروا ويوعوا في الناس وقدموا في خدمات. فنتمنوا يعني بس الناس هي اللي توا معلش راهو تقعد تلوم وتقول الحكومه والحكومه ما داروش والميزانيه اشبح وين مشت، هذا ما فيش فايده لو جاك الفيروس انت خلاص لو انتقلت لك العدوى ما عادش فيها فايده الكلام هذا. بتقول الحكومه تعالي عالجيني ولا بتقول الفيروس مش مني من الحكومه. الوعي، الالتزام، لبس الكمامه مهمه جدا 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 فوق ما تصوروا. الكمامه هي بسيطه راه لبستها ما فيهاش اي مشكله. نتمنوا يعني الالتزام من الناس. تو خلينا نشوفوا زيارة اللجنة العلمية الاستشارية، كانت ليهم زيارة لمركز العزل بالسواني، نشوفوا الجزء من الزيارة ونرجع تاني. هذا مركز العزل تبع إنشاء سيادة وكل شيء وتجهيزه لاستقبال عدد كثير 31 حاليا 31 سرير بين 6 غرف عناية فائقة جاهزة كامل لاستقبال الحالات الخطيرة. باقي الأجهزة وباقي الحجر في الحالات العادية، موجود الجزء الثاني هذا فيه دكاترة مقيمين على العزل هذا محجورين مع بعض. طبعا جايب الكورونا هذه طالت بلدية السواني في كل البلديات، موجود فيها 6 حالات مشبه، وامس خدينا للمخالطين على 51 او 50 عينه مخالطه. هذه باذن الله ان شاء الله نستنى نتائجها اليوم وان شاء الله تكون بالسلب للجميع. فيه نقص شوي في الانابيب الاكسجين مش كافيه، اللجنة اللي توا زادت أكدت أن هي ماهيش كافية، نتمنى أنهم يزيدونا منها. وجهاز بتاع التصوير بتاع الشيست إكس راي هو هذا ماهوش موجود، والباقي بإذن الله الأمور كلها تمام. نحيوهم على المجهود، يذكر ويشكر الصراحة، بارك الله فيهم. أيضا في مركز عزل السواني الآن هيكون معنا عبر الهاتف مداخلة هاتفية الدكتور علي مسعود المقدمي، وهو عضو اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا. مساء الخير دكتور علي. أهلا وسهلا وحبين بك دكتور علي. بداية يعني احنا اللجان ممكن كثرة التسميات خلت الناس تايهة شوية، نبغى نعرفه بداية يعني يا ريت تعطينا تعريف الواجبات وعمل يعني الوظائف اللي تقوم بهم اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، يعني طبيعة عملكم ما هو؟ كلامك صح والمحسوب. مرحبتي بك وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين. أهلا بك والمشاهدات، وربي يحمينا من الكورونا إن شاء الله. أمين يا رب. شوف هناك عدة لجان فرعية فعلا. تمام. اللجنة الرئيسية لجنة الأزمة العليا اللي هي اسمها اللجنة العليا اللي تتكون من وكلاء وزارة الصحة والداخلية والخارجية والتعليم وغيرها. كويس. هذه اسمها اللجنة العليا اللي هي لجنة الأزمة. لجنة الأزمة. هذه تابعة للرئاسة الأول. إيه. اللجنة اللي تحتها هي اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة فيروس الكورونا اللي هي اللجنة اللي نعود فيها. تمام. احنا لجنة استشارية فقط. لجنة استشارية علمية. نعم. تحتنا عناق عدة لجان في كل بلدية فيها لجنة أزمة على مستوى البلدية. كويس. المفروض التوصيات اللي ناخذوها تطبقها هي وكذلك الأدرع بتاع الدولة اللي هي من وزارة الداخلية ووزارة التعليم والخارجية والمركز الوطني وغيره. وأعضاء هذه اللجنة اللي هي لجنة بلدية، أعضاء اللجنة العلمية يعني كلهم دكاترة أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية. لجنة بلدية من الناس الفعالين. إيه. اللي يفهموا في محاربة الجائحة، قد يكون حتى مفتش صحي، قد يكون طبيب، قد يكون مهندس، قد يكون حتى شيخ جامع. كويس. على مستوى البلدية اللي هي تنفذ التوجيهات اللي حتقولوها. تمام. وفي أيضا لجنة علمية معاهم اللي ينفروا فيها مجموعة من الأطباء.
وكذلك المستشفى المستشفيات العامة كلها فيها لجان علمية. هذه اللجان العلمية تتكون من أطباء اللي هي تهتم بالمستشفى وتوجه السيد مدير المستشفى للطريق الصحيح. فهذه الحقيقة أهم اللجان بالنسبة للكورونا، ورب يحمينا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. دكتور علي، كيف تصف الوضع الوبائي؟ احنا اليوم تقريبا اعلى حصيله اليوم، وايضا البارح اكثر من 100 اصابه. هناك يعني اعداد الاصابات في تزايد لنا ايام توا، كل يوم اكثر من يوم، واليوم 138 اصابه جديده، مع ان التحليلات ما زادتش بشكل كبير. كيف توصف يعني، ما تحليلك لهذه الحالات؟ هذه الحالات نعم، احنا متوقعين الزياده او متوقعين اكثر. الحقيقة ما خفي كان أعظم. اللي نشوفه فيه يعني جزء بسيط. ليش؟ لأن معظم ناسنا ما عندهم أعراض، أسيمتوماتيك، ما عندهم أعراض. والمنحنى الوبائي يقول هكذا، نحن في المرحلة الثالثة. وخشين في المرحلة الرابعة اللي هي المرحلة الأخيرة. وسبب الزيادة الحقيقة من تصرفات نحن كليبيين. يعني الازدحام الشديد اللي صار في الشواطئ هذا اهم الاسباب. نعم. وكذلك في المناسبات الاجتماعيه من افراح ومآثم. نعم. وكذلك حتى في محطات البنزين. والان والمحلات التجاريه طبعا. نعم. والان خشين على العيد والمشي لشراء خروف، واحد يمشي ياخذ خروف ياخذ صغاره معه مثلا. فالامور هذه كلها مهمه، يعني محطه البنزين مثلا تلقى دائما مجموعه كل واحد بالقانون بتاعها باش ياخذ بنزين من المحطه. وكل واحد جاي من مكان بعيد. يعني هذا حيحتك بواحد ثاني اللي هو عنده فيروس مثلا، حينقل للمكان اللي هو ساكن فيه. وكذلك حتى المساجد، رغم ان المساجد احنا قلنا لا تجوز الصلاه فيها، لكن في عده مساجد مفتوحه وفيها زحمة شوي نسبيا. العلاقات الشخصية أو التقارب الجسدي اللي يسمى بين الليبيين هو أهم 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 سبب لهذه الزيادة. هو أهم سبب لهذه الزيادة. تمام. باهي، فتقريبا أجبت على السؤال بتاعك ولا؟ نعم نعم. دكتور علي، حضرتك كانت أعتقد قبل أيام تحدثت على اللقاح جديد ممكن بتاع أوكسفورد. نعم. هل ليبيا احنا تو توصلنا اعتقد، لان في عدد كبير من دول العالم بدت تحجز الان، هل كانت لكم توصيات مثلا للحكومه بحجز كميات معينه، او كيف البروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات؟ البروتوكول المتبع، انا الحقيقه كنت شاركت في هذا المؤتمر طبعا على الزوم، انا في طرابلس في المقر اللجنه والبيت يومين على مدى ساعات. ايه كويس. هناك خمس شركات توصلت الى انتاج اللقاح وفي نهاية المرحلة الثانية. معنا حيعطى للإنسان ويعطى للناس العامة في شهر 9 إن شاء الله. هذه الشركات برعاية أممية من الأمم، من منظمة الصحة العالمية والمؤسسة العالمية للتحصين والتطعيمات. فالحقيقة دارت الزوم واشتركوا في حوالي 295 عضو يمثلوا معظم الدول في العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وجميع القارات. وتم الاتفاق على انتاج هذه اللقاحات وتعطي بنسبه 20% فقط لكل دوله. 20%. وهذا الحقيقه مدروس. ليش 20% فقط؟ اللي هي الحقيقه الفئه الضعيفه اللي هم جزء من الاطفال اللي هم رقم واحد، هم الناس الكبار فوق 60 سنه. رقم اثنين هم الناس اللي عندهم امراض مزمنه. رقم ثلاثه الام الحامل واللي عندهم مناعه ناقصه. فهي هذه الفئات هي الرئيسيه اللي حتاخذ التام. ما نعطوه لي 6 مليون، احنا كليبيين 6 الى 7 مليون، لا، حنعطوه لي فئه معينه بس اذا كان احنا تم الاختيار لي. النقطه الصعبه في هذا المؤتمر وهذه الشركات اللي حيدفع من الان، حيدفع فلوس من الان، تم الشراء من الان. وتم بالمناسبة حتى الثمن حددوه، ثمن التطعيم حيكون 10 دولار للدول المتوسطة الدخل. نعم. الدول المتوسطة الدخل. الدول الغنية حتدفع كم؟ 40 دولار لكل جرعة.
اما الدول الفقيره تدفع 5. الشركات هذه نسبيا احنا نعرف الفقراء ما دام اعطتنا ب 5 دولار ولا حتى ب 10 دولار يعني. لكن المشكله حتاخذ 20% بس، اللي يقدم من الان حيتعطى له الافضليه، لكن في شرط صعب تنفيذه. الشرط هذا لو هذا الطعم خسرنا فيه، والحقيقه ما كانش فعال ولا في تاخير ولا في هروب من اعطاء هذا الطعم للفئه المستهدفه اللي قلت عليها، ولا في مشاكل، معناه هي حتخسر، وبالتالي انت حتخسر معهم 30% من القيمه اللي دفعت. تمام. هذا الشرط اللي علينا احنا صعب، وعلى معظم الدول في العالم طبعا اللي عندهم في سلبه تقدموا من الان شروا ملايين ملايين ملايين. لكن احنا الحقيقه ما زلنا في اخذ ورد ومن مع اللجنه، وعندنا ايضا نفس العمليه لجنه ثانيه اللي هي اللجنه العليا للتطعيمات اللي مسؤوله عن تطعيم الشعب الليبي. ان شاء الله حنناقشوها الاسبوع الجاي وحنشوف ما هو الراي اللي حناخذوه. نعم. وحنمشي احنا دائما الحقيقه حنكون مع التطعيم، لكن في استراده وانت يكون ومستلزمات التطعيم وغيره وغيره، هذه حتاخذ منا وقت. لكن طبعا كل مشروعنا يبدأ، وقد يكون يقول جل من الناس انا لو سرعت من الان انتم تشرب حاجه وهميه. انا بالليبي قلت حاليا زي ما واحد ياخذ خروف هو بطن امه، الخروف لم يولد بعد، وتمشي تشتريه من الان، ممكن يشتريه جاد، ممكن يموت في البلاد، ممكن يكون ضعيف، ممكن تدفع ثمنه ومش هيك، وتدفع 30% من اللي فات. نعم. يعني الامر صعب شوي يعني من الناحيه الماليه ومن الناحيه كذا وكذا، لكن اذا كان اتفقنا احنا كدوله وليبيين ان التقدم لازم نزوده وناخذوه، لم لا؟ حناخذوه ونشوفه. يعني هو الحقيقه احسن شيء دائما واحد يقول وتقيس ونشوف. لكن عمليه تاكل وتقيس صعب شوي، لان في دول ثانيه كثيره وشعوب ثانيه سبقاتك، وبالتالي الافضليه تعطى لمن اللي اعطى الاول. طبعا. وحتشطبوه زي ما تشطبوا البنزينه بتاعنا هنا، نفس الفكره. شطبوه معك. دكتور علي، اخيرا نبي من حضرتك، احنا اليوم سؤال حلقتنا كان للمشاهدين هو هل مراكز التحليل في ليبيا كافيه؟ احنا عندنا 6 مراكز تحليل تقريبا. واذا بنسالك على مراكز العزل الان الناس مراكز العزل اكثر من 6؟ لا 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 كثير. نعم. مساكن يعني اماكن العزل كثره. ايه يعني شوف، عندنا في زواره، وعندنا في نالوت، وعندنا في غدامس، وعندنا في كابا، وعندنا في سبراتا، وعندنا في جميل، وعندنا في العجلات، يعني شبه كل مكان عندنا في مكان العزل. نعم. لا نقصد على اماكن التحليل، مراكز التحليل دكتور علي. نعم. التحليل نفس الفكره، التحليل حقيقه اجهزه التحليل جبناها تو حاليا وموجوده متوفره في كل مكان. انا قلت يعني المكان اللي مزدحم اعطينا الافضليه لاماكن مزدحمه زي طرابلس، زي بتراسا، زي زيت، زي سبحه طبعا، وكذلك المنطقه الشرقيه زي بنغازي والبيضه والتمرق وعدة أماكن ثانية. الأماكن الغربية مثل زي الزاوية، زي سبراتا، زي زوارة، زي غدامس، حتى غدامس أعطيناها هاي. نالوت الحقيقة ما أخذتش لحد الآن، لكن حتاخذ إن شاء الله باعتبارها بلدية حدودية، وغدامس كذلك. ويعني الحقيقة واخذينها. وبعدين احنا في طرابلس مثلا عندنا عدة مراكز، عندنا في المركز المجتمعي في السي بي سي أو المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عندنا التقنية الحيوية، التقنية حيوانيه ثاني ما هي، وعندنا في الاماكن الثانيه زي سبراتا، زي للاسف زي بطراتا، وزي بنغازي والبيض والكلام اللي قلته. ففي كثره، المشكله بتاعنا في التحاليل إيه، لان توفير المشغلات ما نسمعوش في ارقام كبيره يا دكتور علي، ما نسمعوش مثلا في 5000 تحليل في اليوم، 10000 تحليل. شوف إيه؟ ان شاء الله مع الاسبوع الجاي الهدف حنديره 4000 تحليل في اليوم. 4000 كويس. 4000 مشكلتنا احنا في المشغلات. المشغلات هذه في كوتا معينه ما تقدرش تفوتها. شركات المصنعه انت حقك 1000 1000، حقك 2000 2000، حقك 100 100، فاهي. فالامور هذه صعبه، لكن الحقيقه واخذين لها اجهزه ثانيه، وبالتالي حتكون الكوتا بتاعنا اكثر. والهدف حيتم التحليل ان شاء الله لعدد حوالي 4000. بالمناسبه بما فيها جامعه طرابلس باي عندهم جهاز، تمام، حيشتغلوه ان شاء الله ان شاء الله. وعدة اماكن ثانيه صغيره لكن عندهم اجهزه وحتشتغل ان شاء الله باي. فالاجهزه موجوده والطاقه الفنيه موجوده، وربي يستر ان شاء الله ان شاء الله.
بس شكرا جزيلا لك دكتور علي المقدمي، ونتمنى من حضرتك انها تكون معنا على الاقل في مكالمه اسبوعيه لو يسمح وقتك. طبعا المهم هذا احنا الهدف هو المواطن الليبي مرحبين بكم. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك دكتور علي المقدمي، عضو اللجنه العلميه الاستشاريه مكافحه جائحه كورونا، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. تحياتنا ليك وشكرا جزيلا لك على كل المعلومات والايضاحات اللي اعطيتها لنا. دكتور عليك قال كلمه مهمه، ان الشواطئ اللي صار هذا والناس اللي تصطاف وتمشي القرى السياحيه من غير ما يسموها، العادات الاجتماعيه والمناسبات، الافراح والمآتم، الوقود، المحلات، كان لها دور كبير في تفشي وباء كورونا في داخل ليبيا. الارقام اللي قاعدين نشوفوا فيها الان هي ناتج على هذا الشيء. ايضا معلومه مهمه قالها لنا ان الاعداد اكثر، قال تو اللي تسمعوا فيها ممكن الارقام مخيفه، 186 اصابه 120 اصابه، لكن هي الحقيقه الاصابات اكثر. علاش ما نقدروش نحصروا الجميع؟ لانه مش قادرين يوصلوا لغايه الان ل 4000 تحليل في اليوم، وما خفي اعظم. كان هذا على لسان الدكتور علي مسعود المقدمي، عضو اللجنه العلميه الاستشاريه، نشكره شكر جزيل اللي تواجد معنا اليوم. تو في خلينا نمشوا نشوفوا زليطن. زليطن كان في مطالبة للمواطنين وكان في تصريح للجنة جائحة كورونا الدكتور عبد السلام عثمان بشأن آخر مستجدات الوضع الوبائي، وأيضا طالب الناس يعني بالتوخي الحذر في هذه الفترة. نشوفوا جزء من كلام الدكتور نرجع ثاني. كما معلوم لدى الجميع، نتيجة لازدياد عدد الحالات داخل المدينة بصورة مضطردة المدة الماضية، تم تسجيل تقريبا ما يفوق 148 حالة داخل مدينة زليطن من بداية الأزمة. الحالات النشطة إلى حد الآن تقريبا 121 حالة نشطة. ظهور الحالات في كل مناطق بلدية زليطن ومحلاتها نتيجة لعدم التزام الناس بالاحتياطات والتعليمات والتقييد بالإجراءات، ذهاب الناس للمناسبات الاجتماعية والأماكن المزدحمة، وتيرة ظهور الحالات بدأت تقل قليلا. نتوقع استمرار ظهور الحالات في المدة الجاية. أعتقد أن معظم الحالات حالتها مستقرة، عندنا 4 حالات داخل قسم العزل. أكيد طبعا باعتبار إجراءات الوقائية اللي اتخذناها المدة الماضية ضرورية ولازم اتخاذها لتقليل وتيرة الانتشار وظهور الحالات، كانت إجراءات صعبة شوية على المواطن، وهذه الإجراءات لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل لأنها تأثر على حياة الناس واحتياجاتهم وأمورهم الاقتصادية. نعول في المدة الجاية على وعي الناس وثقافتهم وشعورهم بالمسؤولية، لأنه التزام كبير. وشكرا جزيلا الصراحة للجنة والعمل اللي قاعدين يقوموا به، والأطباء والأطقم الطبية والطبية المساعدة في مدينة زليطن، مجهود كبير جدا الصراحة، وباسمهم يعني نحيي كل الأطباء الليبيين على المجهود الكبير الصراحة، ما قصرتوش في هذا الوقت. أمس كان معنا أول أمس كان الخبر أوكسفورد واللقاح إنه جاهز والخبر مفرح. للأسف بعد الأنباء الإيجابية الآن منظمة الصحة العالمية صرحت وقالت لن يكون هناك لقاح حتى 2021. جاء هذا على تصريح وهو خبير في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، قال ربما يكون محبطا للكثيرين بعدما أكد الباحثين أنهم يحرزون تقدما كبيرا لمنع الإصابة بكوفيد 19، لكن قال هذا غير ممكن توقع وبدأ استخدام هذا اللقاح قبل أوائل العام 2021. أضاف مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في مناسبة
عامة على وسائل التواصل الاجتماعي بحكم الواقع سيحل الجزء الأول من العام المقبل قبل أن يحصل الناس على اللقاح. وهذا جاء طبعا بعد ما التصريح جامعة أكسفورد المرموقة اللي قالوا فينا لقاحهم تجريبي فيروس كورونا أظهر تجارب جيدة ممتازة في وقت مبكر لتسريع الاستجابة المناعية الوقائية. وهذا كان الخبر من السيد أو الدكتور مايك راين المدير التنفيذي لبرنامج طوارئ في منظمة الصحة العالمية. إذا ما فيش لقاح ما فيش التطعيمة هذه اللي بتخلينا أقوى من كورونا لغاية 2021 يعني للأسف. وهناك من يقول طبعا مارس إبريل شهر 3 شهر 4 غالبا هتكون. فمشاهدينا نخلوكم مع مشاهد في فاصل قصير ونرجع لكم مشاهد من قرية رجال ألمع وهي قرية موجودة في السعودية يستخدمها ويزوروا فيها الآن السعوديين يعني لأنها أيضا تعتبر من المناطق اللي فيها درجة الحرارة منخفضة مقارنة بباقي المدن في داخل المملكة. نخلوكم مع هذه المشاهد الجميلة ونرجع لكم تاني. مشاهدينا مرحبتين ونرحبوا بكل من ضمننا الآن متابعة بقية فقرات خليك في الحوش. تو خلينا ننتقلوا نشوفوا شوية العالم هيك شن صاير. طبعا قلنا احنا عندنا رو حتكون اليوم عندنا تقرير جميل جدا حيكون من غراغرا في الجنوب الليبي وادي الحياة. لكن قبل هذا خلينا نشوفوا الفرق نديروا مقاربة هيك ما بين كندا وامريكا. كندا اللي عنده محدود مشتركة طبعا لاحظوا هنا هذه شلالات نياجرا. شلالات نياجرا هذه اللي فاصلة ما بين كندا وأمريكا. الولايات المتحدة طبعا في عبارات وفي رحلات سياحية تنظم وكذا. تلاحظوا العبارة هذه مثلا اللي لابسها أزرق هذه العبارة الأمريكية فيها أمريكا قوانينهم منها 50% العبارة يعني تقريبا 600 شخص حيكون فيها. بينما هذه اللي فاضية أنا مش فاضي لأن ما فيش ناس بيركبوا لا لأنها كندية فيها شخصين لو تشوفوا فيها سامحين إن العبارة ماكسيموم يعني على الأكثر ما يفوتوش 6 أشخاص في العبارة. هذه القوانين الكندية للعبارات اللي تقطع في شلالات نياجرا وتقوم برحلات سياحية. بينما في أمريكا سامحين ما بين 400 و600 هذه مثلا العبارة الأمريكية. شوفوا الزحمة اللي فيها شوفوا الاكتظاظ
عدد كبير من الناس، وهذا يبين يعني ليش الإصابات بالآلاف يومية. أمريكا سامحة ب 50% من سعة العبارة، والعبارة تحمل 600، إذا 300 يمكنهم الركوب في العبارة زي ما تشوف، بينما العبارة الكندية لا يمكن لأكثر من 6 أشخاص. فمبين لكم يعني الفرق بين جاستن ترودو وإدارة كندا للأزمة، وأيضا دونالد ترامب اللي تأخر في لبس الكمامة وإلى آخره، وأيضا تعامل النظام الأمريكي بشكل عام. وواضح يعني من عدد الإصابات والوفيات والفروقات ما بين أمريكا وكندا. فمشاهدينا وصلنا معكم النهاية، لكن اليوم بخلكم مع تقرير جميل جدا من إنتاج 218، كاميرا 218 كانت في غراغرا، إحدى البلدات اللي موجودة في جنوبنا الحبيب، في الجنوب الغربي تحديدا. هي غراغرا تابعة للغريفة، والغريفة اللي تتبع لوادي الحياة اللي فيه باري والغريفة وعدة مدن ومناطق موجودة. يعني نشوفوا أخوتنا في الجنوب معاناتهم، طبيعة حياتهم، وهذه الجنوب سبها. في ناس يعتقدوا أن سبها هي آخر الجنوب، لا، هذه جنوب سبها، مازال الجنوب الغربي اللي سبها. شوفوا طبيعة الحياة في غراغرا، المستوى، الخدمات الصحية إلى آخره، زي ما قلنا هذا كله من إنتاج قناتكم 218. مشاهدينا ربي يحفظكم، التزموا بلبس الكمامات، التباعد الاجتماعي يعني نصيحة أرجوكم، ابتعدوا على المآتم والأفراح والفترة هذه، معلش لا زي حتى بالتليفون ما فيهاش مشكلة، ببساطة. خلوكم على المشاهد الجميلة من غراغرا واللقاءات من هناك داخل وادي الحياة، ونتلقى معاكم غدوة في نفس الموعد. خليك في الحوش، إلى اللقاء. فريق رصد والتقصي بلدية الغريفة يقوم بعملية مسح عشوائي بمنطقة غراغرا. الهدف منها من هذا المسح الوصول لعدد كبير من ناخذ منهم عينات للوصول إلى الحالة، لمعرفة الحالة الوبائية بمناطق بلدية الغريفة. طبعا عدد الحالات لحد الآن سجلت في بلدية الغريفة حوالي 15 حالة موجبة للفيروس. تردنا احنا كفريق رصد بعد التليفون، بعد الاتصالات من مواطنين يفيدنا ان ظهور حالات عدم التذوق وعدم الشم والحرارة في بعض المناطق، ان الشيء هذا منتشر. احنا بدورنا قمنا بهذا المسح العشوائي للوصول للحالات المرضية. في عدنا جدول ماشيين عليه. طبعا بدينا بمنطقة بريك، ثم بدينا بمنطقة القعيرات. القعيرات ما شاء الله تم سحب حوالي 80 عينة. الاختبارات المبدئية أغلبيتها سليمة ما شاء الله. طبعا الحملة التي تقوم بها هذه لجنة التقصي والرصد ستستمر داخل نطاق البلدية، طبعا ذلك للكشف عن هذا الوباء. طبعا نشكر اللجنة على دورها التي تقوم به في ظل الظروف هذه. نتمنى من الناس أنها تتجه للجنة التقصي والرصد من أجل أخذ العينات وعدم الانصات للشائعات، وذلك بسبب أن المركز مكافحة الأمراض فرع سبها عليه العديد من الشكوك بإخراج
حالات موجبة. طبعا نقول للناس أن لازم الشخص لما تخرج عليه أعراض يذهب إلى مركز تنفسية في جرمة. طبعا هذا الوباء وباء عالمي ولم يختصر على ليبيا فقط، بل أصيب به العالم أجمع. اليوم هي اللجنة قامت بأكثر من 120 حالة كشف داخل المركز الصحي قراقرة. افتتح هذا المركز في سنة 86 بعد عناء كبير، ولا زال هذا المركز يعاني إلى هذا اليوم. منذ افتتاحه لم تقدم له أي خدمات حقيقية من كل الجهات الرسمية، لا من وزارة الصحة ولا من الإدارات السابقة. باقي الحال كما هو عليه من تاريخ إنشائه، إمكانياتها ضعيفة رغم وجود العناصر الفاعلة والعناصر الجيدة، ولكن تقل الإمكانيات في أشياء كثيرة، منها الأتات المكتبي والأجهزة والمعدات وعدم الصيانة منذ الإنشاء. مبنى أنشئ في سنة 86 لم يصان إلى هذا التاريخ. والله حقيقة التخصصات اللي موجودة على الواقع اليوم هي المختبر، حتى ولو كانت نسبة الشغل فيه بنسبة 50% نسبة ضعيفة، رغم عدم وجود أجهزة حديثة، عدم وجود محاليل، برغم أن وجود العناصر الكافية الكفاءة في المختبر. جراحة تشتغل بطاقة نعتبرها طاقة جيدة، أما الأشعة نتيجة لعدم وجود التيار الكهربائي وتذبذب مستمر لا وجود لفنيين حقيقيين، هم كلهم ذا خبرة ليس إلا. ما يخص قسم الأسنان شغال بإمكانيات بسيطة، رغم نحتاجه لصيانة كرسي الأسنان. الإمكانيات كلها، جل الأجهزة الموجودة في هذا المرفق هي قديمة، الحداثة لا توجد حاليا، كلها سوف ولم يصل أي شيء.